السلام عليكم ورحمة الله. نواصل الحديث إن شاء الله على آخر موضوع في موضوع الملك الجينيتكس. Mapping Human Genes Linkage and Its Application. إحنا زي ما بنعرف طبعاً إنه الكروموسومز الموزعين عندنا 23 زوج كروموسوم، طبعاً أكيد بيحملوا عندنا تقريباً كلمة 20,000 شوي ليتل، تقريباً ممكن نوصل 25 أو ما بين 25 30 تقريباً 1000 جين على الكروموسومز الموجودين عندنا، ال 24 كروموسومز المقصود فيهم طبعا اضافه كروموسوم اكس واي. صحيح طبعا كان في هناك دراسه لابد يكون هناك معرفه طبيعه الديستانس بتوين ذا جينز، وين موقع كل جين على الكروموسوم وطبيعه الديستانس بينهم. والشغله الثانيه في الموضوع بانه لابد يكون هناك برضو كمان دراسه احتماليه الريكومباينيشن بتوين جين. ليش؟ لانه احنا زي ما بنعرف انه في الميوسيس زي ما تحدثنا سابقا انه التو هومولوجس كروموسومز ان جنرال ميك كروسنج اوفر. يعني ايش معنى كروسنج اوفر؟ يعني بصير نوع من الريكومبايند بتوين جينز توجذر، تمام؟ يعني زي من نوع من التبادل الجينات بين كروموسوم والكروموسوم الاخر الهومولوجس. فمن هذا الباب يعني قالوا لابد نعمل هناك جين مابينج، نشوف طبيعه الديستانس بتوين ذا جينز. والشغله الثانيه يعملوا عمليه اللي هو تحديد قديش نسبه عمليه الريكومباينيشن، وتحديد عمليه الريكومباينيشن بتوين جينز تعتمد اعتماد يعني مباشر على موضوع الديستانس. وهذا الكلام يعني واضح بانه كل ما انا زادت الديستانس عندنا بتوين ذا جينز كل ما كانت عمليه الريكومباينيشن اكثر احتماليه من لو كان تو جينز نير ايتش اذر. هنحاول نشوفهم ليتر اون ان شاء الله في فيجرز معنا. فبقول لي هذا الامر طبعا بفيدني it is value come from a disease diagnosis. احنا ممكن نتعرف على الديزيز diagnosis في ربط الجينز together. الشغله الثانيه ممكن يساعدني في عمليه الجين كونسلنج، انه يكون في هناك استشاره ايش ممكن يحصل عندنا من ناحيه امراض في ظل هذه الوضعيه اللي هي مدى علاقه الجينات مع بعض في بعد ما حصل عندنا عمليه اللي هو الميوسيس بروسيس. اذا تو اسمبل جين ماب there are two approaches. فيزيكال ماب، فيزيكال ماب يعني احنا بدنا نعمل اكسس ذا بارتيكولر لوكيشن اوف جين along كروموسوم يوزنج فيزيكال ديستانس. يعني وكانه احنا طبعا احنا بنعرف انه الكروموسوم هو عباره عن نيوكليوتايدز، تمام؟ فبده يكون في هناك عندنا معلومه بانه لابد نعرف ايش الديستانس بتوين الكروموسوم بتوين جينز او among جينز، اوكي، من خلال نمبر اوف نيوكليوتايدز بالبيسز بالكيلو بيس بالمليون اوف بيس بير اند سو اون. جينيتك ماب يوزنج لينكج، يعني عندما نتحدث عن فيزيكال ماب نتحدث على ديستانس. جينيتك ماب يوزنج لينكج اناليسيس تو ميجر ذا فريكوانسي ود ويتش تو جينز ريمين توجذر ثرو مايوسيس. ها، يعني احنا بنحاول من خلال دراسه عمليه الريكومباينيشن، اوكي، وهذه طبعا اكيد دراسه كمبيوتر يعني ماتماتيكال بروسيس، اوكي، من خلالها طبعا بيستطيع يعطيني يعني يعطيني عمليه تقييم قديش عمليه الريكومباينيشن among genes will be occur وهاو تو باس فروم جينيريشن تو جينيريشن. اذا الجينز بشكل او باخر لينكج هي لابد يكون في عندنا لينكج ذا تندنسي فور ذا alleles كلوز توجذر اون ذا سيم كروموسوم. يعني لو كان انا عندي في عندي كروموسوم موجود، عفوا، الكروموسوم هذا بيكون في عندنا جينز موجوده، في منهم نير ايتش اذر منهم فار اند فار فروم ايتش اذر تو بي ترانسميتد توجذر ثرو مايوسيس ذي ار سيت تو بي لينك. اذا بقول انا لو كان انا عندي على الكروموسوم جين اكس وجنبه جين واي، تمام، ودي ار كلوز توجذر، تمام، بنتوقعش انه مثلا الجين اكس والجين واي في عمليه الريكومبينيشن كل واحد ياخذ له لوكيشن مختلف، يعني الاكس يبعد عن الواي، لان ليش؟ لان الديستانس نير ايتش اذر. لكن كل ما كانت الديستانس زي ما تحدثت يعني في البدايه فار اواي فروم ايتش اذر كل ما كان عمليه الريكومبينيشن اكثر. يعني ممكن اقول الاكس والواي فار فروم ايتش اذر، بقدر اقول انه الاكس الموجود على الكروموسوم بتاع فادر مثلا على سبيل المثال وهيكون يشبك مع اللي هو الواي جين الموجود على اللي هو كروموسوم مادر فور اكزامبل، اذا كانت الديستانس سو هاي. فالعلاقه علاقه عكسيه لينكج، تمام، ويل بي هاي لينكج هاي
تمام، المسافة قصيرة معناته ركومبيني علاقة عكسية ركومبينيشن فيري ليتل. لينكج ليس، يعني في عندنا ديستانس بتوين جينز او امونج جينز، معناته في عندنا عملية الركومبينيشن ويل بي مور بروبابيلتي لها اكثر. طيب يجي بيقول لي فينوتوبيك ريشيوز اوف اوف سبرينج فروم كروسنج ويز لينك جينز ديفر فروم اكسبكتد ريشيو فور ان لينك. طبعا اي جينز، طبعا لينك جين ان لينك جينز اكيد عمليه الريكومبينيشن ويل بي ديفرنت فروم وان تو انذر. اوكي، اذا هذه هي عمليه الريكومبينيشن بروسيس امونج كروموسومز. بقول لي هنا ان هيومن وير اكستنسيف controlled crosses cannot be performed other techniques، يعني ممكن يحصل عندي بعض الاحيان انه عمليه الكنترول بتاعت الكروسنج اوفر اند سو اون صعب احنا نقدر نتحكم فيها. بقول بعض الاحيان بيحصل انه other techniques can be needed في عمليه determination للجين لينكج، في determination لمين؟ لا الجين. In human where extensive controlled crosses cannot be performed، يعني اساسا نقدر احنا نحاول نتحكم ونتعرف اكثر على طبيعه الكروس اللي صارت between the genes a lot of genes among genes and a lot of genes. في هناك نستخدم تكنيكس اخر اللي هو وجود restriction fragment link polymorphism، يعني يعمل عمليه نوع من digestion او بالمعنى الاصح يستخدموا حاجه يسموها restriction enzyme MAD، ممكن نسمعنا في كلمه restriction في عمليه الكات. في عملية الكات بيقدر يعرف لي قديش اللوكيشن بتوين جينز وكذلك طبيعة الديستانس من خلال انه يقدر يعمل عملية حساب قديش البيس بير بتاعت الفريجمنت اللي صار لها قطع. وعلى هذا الاساس بحاولوا يتعرفوا على موضوع الديستانس بتوين ذا جينز. هذا من ضمن الشغلات. عملية الركومبينيشن during، طبعا احنا ما يوسوس كده بيحصل عندنا عمليه الريكومبينيشن وكانه بصير في عندنا بريك اند ريجوين، بريك اند ريجوين. هاو اوف ذس اوكير، انا صحيح بدي احاول اختصر الكلام هنا ما فيش داعي نتحدث او نقرا، نحاول نطلع على اللي هو الفيجرز بشكل عام. الفيجرز، الفيجرز بيقول لي هنا على سبيل المثال عندنا في الفيجرز R2 loci linked. بقول لي هنا زي ما احنا شايفين في هذا الفيجر الداد عندنا والمام، عندنا الكروموسوم من فادر اوكي، هومولوجس كروموسوم، هومولوجس كروموسوم من فادر برضه، وهلم جاره تو لوكاي اون ذا تو ديفرنت كروموسومز. طبعا في هناك لوكاي موجود على الكروموسومز عندنا هنا. اوكي، اول جميت possibilities from daughter equally likely due to the independent segregation of the chromosome at meiosis. فبقول لي بشكل عام اوكي انه الكروموسومز الموجوده عندنا في هذا الجميت independent segregation، يعني كل واحده منفصله على حالها في موضوع segregation. فبقول لي طبيعه اللوكيشن من خلال الشكل هذا، عندنا هنا الدوتر اكيد اخذت الكروموسوم، اعتبر هذا الكروموسوم الكروموسومات بتاعت فادر بتاعت اللي هي من الداد، عندنا ممكن تاخذ طبعا الكروموسوم من المام اوكي، وكذلك نفس الشيء الكروموسوم الاخر واحد من الداد واحد من اللي هو المام. الجميع بوسيبيليتي فروم دوترز طبعا بتتوزع بعمليه راندوملي اوكي، ففي عندنا ممكن صار الكومباينيشن اوكي، يا اما صار عندنا نو كومباينيشن، يعني عفوا ممكن يكون عندي اوريجينال زي في البيرنتس، يعني هي والله الكروموسوم بتاع فادر مدر انا اخذته موجود عندي هنا تمام، انه في عمليه الديفيجن هذا الكروموسوم بتاع الفادر والكروموسوم الاخر بتاع الفادر اجوا في واحد اوف ذا جيميتس، ونفس القضيه في الثانيه. وممكن يحصل انه العكس، انه ادر الكروموسوم صار في هناك ارتباط ما بين كروموسوم في المام في 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 المدر مع كروموسوم اخر من اللي هو من الفادر، ويعني وكانه بقول لي في عندي صار نيو كومباينيشن. هذا بشكل عام بالنسبه للكروموسومات وتوزيع الكروموسومات. الان هنا في مثال اخر بيجي بتطلع اللي بقول لي ار
تو لوكاي لينك. الان بيجي بيحكي على لوكاي، هناك حكينا على الكروموسومز ان جنرال. لوكاي يعني بقول لي انا في عندي لوكاي واحد، يعني على الكروموسوم الموجود عندي يوجد عندي لوكيشن نمبر 1 ولوكيشن نمبر 3، تمام؟ الهومولوجس الكروموسوم الاخر برضو على الكروموسوم نمبر 1 و 3. الان نعتبر انه في عندي لوكاي على نفس القضيه بالنسبه للفادر او بالنسبه للمذر، عندي لوكيشن اسمه 2 لوكيشن اسمه 4 2 و 4. يعني الان وكانه اسم اللوكيشن جاست نوت از. الان في الدوتر طبعا هتاخذ كروموسوم من الفادر وكروموسوم من المذر. الان هنا اللي بيحصل عندنا الجميد، اوكي، بتوقع انه يحصل عندنا كروسنج اوفر. يعني الان الدوتر اللي حصل عندنا ميوسيس، صار عندنا في الدوتر في الاوفر في عمليه الميوسيس، تمام، هيحصل عندنا عندما يتقابل في الميوسيس كروموسوم هومولوجس الكروموسوم وفي عندنا لوكاي نمبر 1 ولوكاي 3 ولوكاي 2 ولوكاي 4، اذا بنلاحظ انه الديستانس بتوين لوكاي 1 و3 وكذلك بين 2 و4 ديستانس بين 1 و3 وب2 و4 بتلاقيها نوعا ما ايش هاي للوكيتد. اذا هذه الديستانس في عندنا احتماليه all possibilities again equally likely due to the near certain probability of recombination mixing the alleles combination between the locale. اذا بنلاحظ عندي هنا اوكي تمام البوسيبيليتي الان للاوفر اللي هيحصل لها fertilization، اوكي، ممكن يضل نفسه الكروموسوم موجود عندي، تمام، ما فيش عندي صار اني الترانسلوكيشن او اني ريكومباينيشن. يعني بقدر اقول انه اللوكيشن نمبر 1 ضلوا مع الكروموسوم في اللوكيشن نمبر 3 وكذلك 2 مع 4، لكن ممكن يحصل على الجانب الاخر وكانه انا بقول في عندنا 50 50، يا اما بيحصل عندنا اللي هي ريكومباين بين لوكيشن نمبر 1 مع 4، تمام، او لوكيشن نمبر 2 يحصل مع 3. هذا الكلام من خلال ايش؟ من خلال عمليه الكروسنج اوفر. وممكن ما يحصلش، طبيعه الحصول وعدم الحصول بقول لي يعتمد في الحاله هذه على طبيعه الديستانس، تمام، طبيعه ايش الديستانس الموجوده. لكن الان نطلع على مثال اخر، فور اكزامبل بيجي بنطلع اطلعنا هنا رقم لوكاي 1 ولوكاي 3 نير اتش اذر ولوكاي 2 ولوكاي 4 نير اتش اذر. الان هيجي كروموسوم، تمام، من فادر وكروموسوم من مدر، وين في الدوتر. الان نيجي بنقول هل في احتماليه انه يحصل ريكومباينيشن بين واحد لوكيشن مع اربعه واثنين مع ثلاثه؟ ها، في عمليه الريكومباينيشن اللي هتحصل عندي في الميوسيس بقول للجنيت بوسيبيليتي فور دوتر ابروكسيميتلي نون ريكومبيننت. مش هيحصل عمليه الريكومباينيشن انه واحد يجي مع اربعه واثنين يجي مع ثلاثه زي ما حصل في الصوره اللي عندنا الفيجر اللي قبله. الفيجر اللي قبله في عندنا بروبابيلتي، في بروبابيلتي ما يصيرش وفي بروبابيلتي انه يحصل لانه ديستانس عاليه او يعني طويله ما بين اللوكاي نمبر 1 واللوكاي نمبر 3 واللوكاي نمبر 2 واللوكاي نمبر 4 اللي موجوده عندنا في الفيجر الموجود في الاول. هنا واحد مع ثلاثة، تمام، واثنين، عفوا الفيجر اللي هنا عندي لوكيشن نمبر واحد مع ثلاثة ولوكيشن نمبر اثنين واربعة، تحس انه في عندنا ديستانس بشكل عام كبير. anyway هذا يعني يعطيني بس يعني اشعار بانه الديستانس لها علاقة في طبيعة الريكومباينيشن. اذا وكأنه بقول لي انا كل ما زادت، نيجي نحط شيء اخر، عمليه الديستانس بين التو لوكاي كل ما اعطى بروبابيلتي انه يكون عندي ريكومباينيشن فريكوانسي اكثر امونج او بتوين ذا مين ذا لوكاي. هاي عندي مثال اخر، مثلا قالت البيد الديستانس عندنا هنا مش زي الاول فيجر، تمام، واحد وثلاثه وواحد واربعه، لا هي ديستانس بتاعت اللي هي واحد وثلاثة في أول الفيجر ولا في الثاني، الديستانس تقريبا بين التنين. The two loci on the same chromosome، تمام، but some distance apart. في عندنا distance نوعا ما. All possibilities likely but not
in equal proportion، يعني مش بشكل متساوي. تمام؟ Some probability of the recombination mixing the allele combination between the loci but not 100%. فايش بقول لي انا؟ انه الان هل هيمكن يحصل عندي عمليه الريكومباينيشن بين واحد واربعه مع اثنين وثلاثه؟ بقول لي انا الجميت possibility for daughter جميل انه والله احتماليه انه ما يكونش عندي ريكومباينيشن اعلى، لانه برضه بتضل الديستانس هي اللي بتحدد، لكن بقول لي ممكن يحصل عندنا ريكومباينيشن، لكن النون ريكومباينيشن بتوين ذا لوكس والبي لس ويل بي نون ريكومباينيشن ويل بي مور ذان ريكومباينيشن. طيب في هنا تعبير استخدموه، هذا التعبير استخدموه بقول لي في موضوع اللينكج ماب، بقول لي اتس بوسيبل تو اوبتين a measure قياس distance between genes. The distance is expressed in term of genetic map. اذا الديستانس عندما توصفها ما بين الجينز بدك تسميها بالماب يونت او بالام يو او بتسميها بالسنتو سنتي سنتي مورغان سنتي ايش مورغان على اسم العالم. بقول لي 1 ماب يونت ايكوال 1 مليون بيس بير. ايش يعني؟ لو قلت لي انا ما بين جين اكس وما بين جين واي على الكروموسوم واحد ام يو ماب يونت او واحد سنتي مورغان، اعرف انه اللي هي ديستانس بينهم واحد مليون بيس بير. واحد مليون ايش؟ بيس بير. اوكي طيب الريكومبيننت فريكوانسي الريكومبيننت فريكوانسي، ها ايش طبيعه العمليه الريكومباينيشن، يعني الفريكوانسي احتماليه انه قديش ممكن تحصل عندنا عمليه الريكومباينيشن بتوين ذا جينز. تمام، واحنا قلنا هذا يعتمد على مين؟ اوكي يعتمد على الديستانس ان جنرال، يعتمد على الديستانس. فبيجي بيقول لي انا هنا الريكومبيننت فريكوانسي اوف 1%، انا بقول والله احتماليه بين الريكومباينيشن هنا على سبيل المثال بين واحد مع أربعة. تمام، ريكومباينيشن فريكوانسي مثلا بقدر أقول أنا 1% is equivalent، بقدر أقول إنه والله في الأصل الديستانس كانت ما بين واحد وثلاثة واثنين وأربعة، تقديرا أنا بقول تقريبا كانت عندي واحد مليون بيس بير أو واحد سنتي مورغان أو واحد ماب يونت بشكل أو بآخر. تمام اوكي، بس انجينير بقول لي اعمل حسابك انه ذا لارجست ريكومباينيشن فريكوانسي 50%، يعني في عندنا 50% في عندنا ريكومباين، او ممكن ما يحصلش عندي انا ريكومباينيشن بشكل او باخر، يعني الحد الاعلى عمليه 50% فريكوانسي اوف ذا ريكومباينيشن بتوين ذا جينز. طبعا بحكي على ريكومباينيشن من الجينز وموستلي بيكونوا ايش هدول التنين؟ بيكونوا في الاوبزيت اند، يعني انا بقدر اقول عشان اقول والله في عندي تقريبا 50% ريكومباينيشن احتماليه، بقدر اقول اللوكاي نمبر 1 at the edge بتاع الكروموسوم، وثلاثه نفس القضيه at the edges بتاع الكروموسوم، على اساس انه في عندنا the largest distance in general بشكل او باخر. طيب هذا مفهوم في تعريف الديستنس. ريكومباينيشن فريكوانسي بيقول لي is a measure of genetic linkage and is used in the creation of the genetic linkage map. ريكومباينيشن فريكوانسي بيعطيني اياها بنسميها باسم تيتا. تمام؟ الكروسنج اوفر اللي هي عباره عن ايش؟ قديش احتماليه الكروسنج اوفر بتوين تو جينز ديورينج مايوسيس. ها كروسنج اوفر قلنا الجين اكس واي على كروموسوم مع جين اكس برايم واي برايم على الكروموسوم اللي عقباله، قديش ممكن يحصل هي ارتباطات ما بين اكس برايم مع واي، اكس مع واي برايم والواي مع الاكس برايم. هاي المقصود في عمليه الكروسنج اوفر اللي بتحصل عندنا بشكل او باخر. تمام، اذا كل ما زاد اللينكج كل ما ايش زادت اللي هو قلت عملية الكروسنج اوفر، يعني صعب انك تلاقي انه تقول اكس راح على عند واي برايم او واي راح على اكس برايم المقصود فيه كجينز. بيجي بيحكي لي كمان هنا لينكج اند ريكومباينيشن فريكوانسي. لينكج از ذا تيرم يوز تو ديسكرايب ا ديبارشر فروم ذا اندبندنت اسورتمنت اوف ذا تو لوكاي. ها مش اندبندنت، تحسوا كانهم ديبندنت كلوز تو ايتش اذر. The tendency for all for alleles at the loci that are close together on the same chromosome to be transmitted together.
يعني بقول لي انه قديش احنا نكون ان تو ايتش اذر، حننتقل مع بعض كجمله واحده بشكل او باخر. اوكي، اكومن نوتيشن اوفر كومبينيشن فريكونسي از ا بروبورشن نوت ا بيرسنتج، يعني بقول لي از 1% كنسبه. اكومن نوتيشن اوفر كومبينيشن فريكونسي از ا بروبورشن نوت ا بيرسنتج، يعني كنسبه، مش تعتبرها كنسبه مئويه يعني. طبعا از ذا جريت is the Greek letter، هذه تيتا طبعا اسمها تيتا، بيقول عنها تيتا، where تيتا varies from zero nor combination to 0.5. اوكي okay. independent assortment to 0.5، احنا طبعا 1% اللي هو يعني 100% اللي بتكون طبعا واحد. اوكي okay. يعني كcombination، لكن نص التيتا كقيمة، هنا التيتا بيعطوها كقيمة، عفوا نص او واحد، مختلف عن عمليه اللي هو طبيعه ان نوضح فيها انه تيتا تعبير اخر للكومبشن فريكوانسي، لكن ما باخدش مسمى نسبه في المية، يعني بقول عني مثلا من 0 ل 0.1 0.2 0.3 0.5، هذا تعبير تيتا. لكن في عندنا التعبير كلمة الكومبينيشن فريكوانسي بشكل عام ممكن نعبر عنه ب 1% 2% and so on. واضح في هذا الموضوع؟ تمام. فمرة أخرى نقول، لما أجي أقول لك الكومبينيشن فريكوانسي 1%، أعرف إنه في عندي جينز زي ما قلنا إكس وواي، والإكس برايم والواي برايم على أدر الكروموسوم، الديستانس بينهم لما تقول أنت 1% الكومبينيشن، معناته انت عندك ديستانس بينهم تقريبا مليون بيس بير بتوين. اوكي، اذا هذا طبعا الحساب اكيد بيحتاج a lot of data عندنا في هذا الموضوع، بيحتاج الى a lot of data. اوكي، هنا عندنا كلام كله عبارة عن توصيف للكلام اللي حكيناه، ليس الا في عندنا حاجة هنا فيجر اخر recombination mapping. If we know the percentage of recombination between all possible pair of three genes we can determine their relative position on the chromosome. بقول لي اذا انت عملية عكسية عرفت قديش طبيعة recombination frequency percentage of recombination between genes، بيقدر يعطيك اشعار، عملية عكسية، اعرف recombination frequency اكيد رح تعرف انطباعات على distance. فبقول لي انت اكيد لما تيجي تعرف ان الريكومباينيشن بتوين اكس واي، الريكومباينيشن بتوين اكس واي، لو نطلع عنا هنا للاكس والواي، هاي اكس عندي واي، الكروموسوم الثاني برضو عندي اكس وعندي واي، حيكون اذا الريكومباينيشن هنا برسنتج عندي 10 تقريبا، انه والله عندي الديستانس ابروكسيميتلي هاي مقارنه مع الديستانس اللي كان عندي الريكومبينيشن فريكوانسي بين اكس وزد. ليش؟ لانه نير ايتش اذر، يعني احتماليه الريكومبينيشن فريكوانسي بين اكس اللي هنا واي اللي هنا وواي اللي هنا مع اكس اللي هنا اكيد هيكون اللي هو بشكل اكبر من لو كان عندي الاكس مع الزد اللي هنا والزد اللي هنا مع الاكس اللي هنا. ليش؟ لانه قضيه ديستانس، والزد وكذلك الواي نفس القضيه حتقل عمليه الريكومبينيشن عن 10 لأنه الديستانس بينهم أقل. في هناك مصطلح آخر، تمام؟ المصطلح هذا آخر بسموه لود سكور، لود سكور ميثود فور استيميتنج الكومبينيشن فريكونسي، دي عبارة عن طريقة، هذه عبارة عن كمبيوترايز، تمام؟ بتستخدم لوغاريتميك، بسموها لوج اوف ذا اود أناليسيس من خلال اللود سكور. هي عبارة عن كمبيوتر أناليسيس طبعًا، بس احنا عايزين نعرف انطباع عنها ليس إلا. وهذا القيمة بتاعت اللود بتعطيني يعني تقييم طبيعة اللينكج بتوين ذا جينز، تمام؟ اوكي، فهذا الكلام كانوا يستخدموه طبعا وبيستخدموه كطريقة لدراسة الجينات، سواء كان في الهيومن في الانيمال في البلانت، كيف ممكن يحصل هذا الامر. اذا هي عبارة عن قيمة، تمام، بتعطيني اشعار على طبيعة الديستانس، طبعا إلها معادله معينه، طبيعه الديستانس بتوين ذا جينز انجينا. اوكي، على كل هذا اللود سكور من الاخر انه بيجي بيقول لي في هذا الموضوع اللود سكور هو عباره عن قيمه. وخلينا نقول قالوا في موضوع القيمه، اذا كان عندي انا اللود سكور ها من خلال هنا
أكبر من 3 أو أقل من ناقص 2، تمام؟ إذا كان عندي القيمة بتاعت اللوج هنا لود سكور greater than 3 is considered evidence for the linkage. إذا قيمة اللود سكور عالية 3 وفوق، اعرف إنه الجينز بينهم الديستانس is very ايش؟ is very low. كل ما زادت القيمة فوق الثلاثة اعرف إنه distance between the genes low. Distance is small. اعرف انه القيمة اذا كانت بتاعت اللود سكور less than minus 2، عفوا مش 2، موجود عندكم بتصير 2، لا minus 2 is considered evidence of to exclude linkage. انه في عندي evidence انه احنا صرنا نبعد عن اللينكج، انه والله في عندنا evidence كل ما احتمالية الايش الكروسنج اوفر صارت، عملية الريكومباينيشن ايش صارت. وضحت؟ هاي المقصود في هذا الموضوع. هذه كمعلومة نحطها في الاعتبار في طبيعة ايش؟ التعبير على طبيعة اللينكج وطبيعة اللود سكور. قديش القيمة كل ما قربت من الثلاثة وكانت أكثر من ثلاثة أعرف إنه الجينز الديستانس بينهم سمول مور سمولر، إذا كان ماينس 2 أو ليس ذان ماينس 2 أعرف إنه الديستانس إنه كل ما قلت أعرف إنه الديستانس كل ما زادت وصار عندنا احتمالية الريكومباينيشن والإنكريز. وهذا حيساعد طبعا في انه يفيدني في يقول لي طبيعه اللوكيشن تمام بالنسبه للجينز فار اور نير ايتش اذر، تمام. هذا بشكل عام. الاشياء الاخرى هنا نو نيد تو توك اباوت، على اساس مش نعمل يعني لخبطات. اوكي اعتبروه مش داخل عنا. هيك بنكون احنا انهينا ان شاء الله. بنكون انهينا طبعا موضوع اللي هو الميديكال جينيتكس كورس. اوكي بالحديث على الجين مابينج من ناحيه لينكج ومن ناحيه ديستانس، طبعا لينكج مقصود فيها الديستانس بين الكروموسومز وعمليه الريكومباينيشن وكيف الحساب بتاعت عمليه الريكومباينيشن فريكوانسي وتناسبها التناسب العكسي او التناسب الطردي. كل ما زادت الديستانس بين جينز كل ما زادت احتماليه انه يصير في عنا ريكومباينيشن اوف ذا جينز تو وذ اذر جينز ان جنرال. هذا بشكل عام. يعطيكم العافيه وان شاء الله يعني نكون يعني افدنا. وطبعا للمره اخرى بقى اتحدث انه بيصير هناك ان شاء الله جمع اسئله في خلال الماده ودراستها، وحيكون عندنا محاضرة إن شاء الله نحاول نجاوب فيها على الأسئلة إذا كان في هناك أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.